هناخد مع بعض دلوقتي مجموعة من الارتيفاكتس اللي دايما بتلخبطنا. اول حاجة الفيشل فايبرز، واللي بيكون زي سلك التليفون، ودي نواتج طبيعية جدا تتشاف في الاسطول. ماسل فايبرز، واللي بتكون شبه قضبان السكة الحديد. دي عبارة عن سترينث من الماسل فايبرز على قوة تكبير 10، او ان انا ممكن اشوف سيز بالشكل دوت. الفات جلوبيوز، واللي بتكون بقع زيت بتتمتع بالاصفر اللامع. الهير شافت، يعني شعرة، ودي برضو تعتبر من ارتيفاكس. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو النهاردة.